ألا تتمنوا يا شباب لو قدمت هذه المادة في المدرسة الثانوية؟ كيف تجتاز اختبار كشف الكذب حين تحتاجه؟ أوه، على الأرجح لم تذهب لمدرسة الثانوية، تتحدث عن الصعوبة، فحتى الفرقة الموسيقية لم تتمكن من المرور عبر أجهزة كشف المعادن. حتى لو كنت مقتنعاً بأنك لن تكون أبداً في موقف ستحتاج به لإجراء اختبار كشف الكذب، فلا يمكنك التأكد مما يخبئه لك المستقبل، أليس كذلك؟ غالباً ما يستخدم هذا النوع من الاختبارات من قبل الشركات الكبرى عند النظر في طلبات المتقدمين لشغل وظيفة معينة، أو عند القيام بتحقيقات داخلية تتعلق بالموظفين، كما يستخدم كل من الشرطة والقوات العسكرية والمحققين والأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات اختبار كشف الكذب للحصول على إجابات صحيحة من الناس. لذا تحسباً لأن تجد نفسك في هذا الموقف الصعب، ألا تعتقد أنه من الجيد أن تكون مستعداً لذلك؟ أوه صحيح، من الممكن جداً الاطلاع على هذه الأشياء. كل ما عليك فعله مشاهدة هذا الفيديو، ابق معنا للنهاية للحصول على مكافأة مفيدة لمعرفة الظروف التي يمكنك بها بالفعل رفض إجراء الاختبار. وقبل أن نبدأ، هيا اضغط على ذاك الزر الأحمر الكبير للاشتراك في قناتنا، وكذلك لا تنسى جرس الإشعارات، وهكذا ستكون على معرفة دائمة عند رفع فيديو جديد على الجانب المشرق للحياة. ما آلية عمل جهاز كشف الكذب؟ اخترع أول جهاز للكشف عن الكذب عام 1906 على يد اختصاصي أمراض القلب جيمس ماكنزي، وبعد بضع سنوات من الضبط الدقيق تطورت التكنولوجيا التي قد ابتكرها بما يكفي ليقدم للعالم آلة كشف الكذب التي نعرفها حتى يومنا هذا. وعام 1992 بدأت حوسبة جهاز كشف الكذب، مما ساهم إلى حد بعيد في كفاءته ودقته. بالطبع لا يمكن لجهاز كشف الكذب الكشف عن الكذب بعينه، حيث تقتصر مهمته على رصد التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الجسم إذا كان الشخص يكذب، ويمكن أن تتضمن هذه التغييرات التسارع في النبض والتعرق والتنفس غير الطبيعي والارتفاع في ضغط الدم. يمكن لأجهزة كشف الكذب الحديثة التعرف على ما يزيد عن 50 نوعاً مختلفاً من ردود الفعل، حتى لتوسع الشعرات الدموية الصغيرة في جميع أنحاء الجسم. ولا تزال معظم الشركات تستخدم النتائج استناداً إلى مجموعة موحدة من ردود الفعل. يقول الخبراء إن تفسير النتائج فن أكثر مما هو علم، ويرجع ذلك لاعتماد النتائج بصورة كبيرة على مؤهلات المشرف وخبرته على إجراء اختبار كشف الكذب، فتقع على عاتقه مهمة اختيار الأسئلة الصحيحة الملائمة لكل شخصية، آخذاً بعين الاعتبار الاختلاف بين البشر من الناحية الفسيولوجية، بالإضافة إلى مقدرته على تفسيرها بشكل صحيح. فلو أجرى لك شخص مؤهل ومحترف اختبار كشف الكذب، فستصل نسبة الدقة إلى 98%. أما بالنسبة للاختبار بحد ذاته فهو لا يشبه الذي تشاهده في الأفلام السينمائية. كما تعلم يكون المجرم مربوطا بالأسلاك بينما يصرخ عليه المحقق ويضرب بقبضة يده على الطاولة في رغبة متحمسة للحصول على الحقيقة وتحقيق العدالة. ليس هكذا في الواقع. إن اختبار أحدهم باستخدام جهاز كشف الكذب يستغرق ساعات طويلة ويجري في أجواء تتسم بالهدوء التام، بينما تكون الأسئلة محددة ودقيقة ومنظمة بشكل جيد. على أي حال، لنفترض أن هناك بعض الأمور التي لا ترغب بمشاركتها مع مديرك المستقبلي. في هذه الحالة بإمكانك الاستعداد للاختبار في وقت مبكر على الرغم من الدقة التي تتسم بها أجهزة كشف الكذب الحديثة. 6 طرق للاستعداد لاختبار كشف الكذب. 1. كن مستعدا من الناحية البدنية. عليك الاستعداد قبل إجراء الاختبار ب24 ساعة ليكون جسمك في قمة لياقته. احصل على قسط كاف من النوم ل8 ساعات على الأقل. لا تفاوت تناول أي وجبات قبل الاختبار،
فأنت لا تود بأن تكون جائعاً خلاله، كما لا تفرط في تناول الطعام قبل الاختبار. تناول أدويتك المعتادة، ارتدي ملابس مريحة. فكما تلاحظ، الراحة هي الأساس. التزم بنظامك الغذائي المعتاد كي لا يشعر جسمك بأي تغيرات غير عادية. سيساعدك هذا في الحفاظ على نبضات قلبك من الخروج عن مسارها الطبيعي. هل تمارس الركض الصباحي؟ لا تتغيب عنه. لا يمكنك مواصلة يومك دون قهوتك الصباحية؟ حسناً، لا تبدأ يومك بدونها. 2. اسمح لنفسك أن تشعر بالتوتر. في معظم الأحيان، عندما يكذب الأشخاص، تتسارع نبضات قلوبهم بشكل كبير، ويبدأون باللهث، ويرتفع ضغطهم بصورة كبيرة، ويتعرقون بغزارة. ولكن ردود الفعل الفسيولوجية هذه عادية في حالات الشعور بالقلق. فالشعور بالقلق قبل اختبار كشف الكذب بل أثناءه أمر طبيعي للغاية، بالإضافة إلى أنه قد يساعدك في اجتياز الاختبار. فوفقاً للإحصاءات، تبين بأن نتائج الذين يشعرون بالقلق أثناء إجابتهم عن كل سؤال الأكثر دقة. فإذا شعرت بأن نتائجك قد تفسر على نحو خاطئ نتيجة ارتباكك، فقد يساعد اتباع الطريقة التالية للتحقق من ردود فعلك الفسيولوجية. ستطرح عليك بعض الأسئلة المراقبة، من السهل جداً تمييزها من الأسئلة الهامة لكونها أكثر عمومية في العادة. كن يقظاً جداً في هذه المرحلة، فإذا جعلت نفسك متوتراً أثناء إجابتك عن الأسئلة المراقبة، فسيقوم جهاز الكشف عن الكذب في وقت لاحق بتفسير إجاباتك على الأسئلة الهامة على أنها صادقة، خاصة إذا كنت تحاول تهدئة نفسك عند الإجابة عليها. ومن الأمثلة على الأسئلة المراقبة، هل سبق لك أن سرقت أي شيء؟ وأما فيما يخص الأسئلة الهامة، فقد تسأل: هل سبق أن سرقت شيئاً من مكان عملك السابق؟ إذن، كيف لك أن تجعل نفسك متوتراً؟ حسناً، حاول التفكير بشيء مزعج أو مخيف، أو بإمكانك دائماً استذكار أكثر يوم محرج مررت به. وإن لم يحدث هذا زيادة في نبضات قلبك، فحتماً أنت تملك أعصاباً فولاذية. 3. حاول ألا تكذب بشأن التفاصيل. إن لم يكن لديك ما تخفيه أو ما تشعر بالحرج حياله، فحاول الإجابة عن جميع الأسئلة بصدق. فكلما قلت أشياء صادقة ازدادت النتائج دقة. يميل الناس للكذب حول الأمور البسيطة، وذلك لأنهم لا يأخذون التفاصيل على محمل الجد. يشعر المتقدمون للاختبار بالقلق الشديد من أن تطرح عليهم أسئلة مخادعة أثناء إجرائهم الاختبار، بما أنهم مقتنعون بأن ذلك ما عليهم الحذر بشأنه. ولكن يقول الخبراء إن جميع الأسئلة في غاية البساطة، ويجب ألا يكون هناك أي لحظات غير متوقعة، على الأقل وفقاً لأخلاقيات جهاز كشف الكذب. كثير من الناس لا يدركون هذا، حيث عادة ما يغفل عنه بطريقة ما في أفلام هوليوود. ولكن في الحقيقة يسمح لك التعرف على الأسئلة قبل إجراء الاختبار كي لا تشعر بالتوتر عند الإجابة عنها. لذا سيكون لديك قبل الاختبار مقابلة ما قبل الاختبار، وفي هذه المرحلة سيشرح لك الخبراء آليات العملية، وستكون قادراً على الاطلاع على الأسئلة. أوه، لو كان المدرسون يسمحون لك فعل ذلك في المدرسة. ها ها. 4. لا تتعجل الأمر. قد يطرح عليك كل سؤال أثناء الاختبار من 3 إلى 6 مرات، ولهذا لست بحاجة للتسرع في إعطاء إجاباتك. فالإحساس بالعجلة بحد ذاته قد يؤدي إلى تشويه النتائج. استمع لكل سؤال حتى النهاية، وحاول أن تفهمه، وخذ وقتك للإجابة عليه. فعندما تتوقف لبعض الوقت قبل الإجابة، ستمنح نفسك فرصة لتحدد نوع السؤال الذي طرح عليك، كعديم الأهمية مثل ما اسمك، أو مراقب مثل هل سبق أن كذبت لجني الفوائد، أو سؤال مهم كهل قمت بتزوير الوثائق في وظيفتك السابقة. بالإضافة لذلك، اجعل إجابتك قصيرة وبسيطة. على أي حال، تتطلب معظم الأسئلة الإجابة بنعم أو لا، وعلى الأرجح ستشعر بالرغبة في تفسير إجاباتك. لذا من فضلك قاوم هذا الإغراء، لا تخوض في التفاصيل مهما حاول الممتحن جاهدا أن يجعلك تخطئ.
لا تمزح أو تكن ودوداً أكثر من اللازم، ولا تقدم أي معلومات أكثر من الضروريات جداً. يفضل بعض المختبرين بواسطة جهاز كشف الكذب استخدام بعض الحيل الخبيثة لجعلك تعترف بأنك تكذب. فمثلاً قد يحاولون إقناعك أنه بإمكانهم معرفة ما إذا كنت تكذب. لا تقع في الفخ، فليس هناك شيء أسوأ من الاعتراف، لذا لا تتراجع عن إجابتك. 5. تخيل شيئاً مفرحاً. هذا أسلوب ناجح جداً فقط لأولئك القلة المحظوظين الذين بإمكانهم التحكم بأنفسهم بالفعل. من المدهش أنه قد تبين بأن التفكير بشيء إيجابي أكثر صعوبة من إحساس المرء بالتوتر والتسبب في ردود فعل سلبية. فإذا نظرت إلى أحد الأسئلة وأدركت أنك مقدم على الكذب، فاتجه نحو مصدر سعادتك لتشعر بالمزيد من الاسترخاء أثناء الاختبار. أخلق في مخيلتك عالماً لا يبالي بشيء لمساعدتك في الحفاظ على هدوئك، وهكذا ستكون ردة فعل جسمك مثالية. 6. لا تستخدم أياً من الحيل الجسدية. بصفة عامة يمكن الحصول على ردود فعل سلبية للجسم أثناء إجراء الاختبار، حيث تزخر مواقع الإنترنت بجميع أنواع التوصيات. ضع دبوساً في حذائك ودس عليه في كل مرة تحتاج بها إلى ردة الفعل الصحيحة. عض لسانك أو شد عضلاتك. ربما قد سمعت بهذه النصائح من قبل، ولكن ما مدى فائدتها على أرض الواقع؟ أكره أن أخبرك بذلك، ولكن هذه الحيل لا تضلل الخبراء المتمرسين على الإطلاق. وعلى النقيض من ذلك، هكذا خطط مخادعة تكون واضحة للعيان. في الحقيقة، عادة ما يطلب المختبرون من الأشخاص خلع أحذيتهم نظراً لأنهم على دراية جيدة بجميع هذه الألاعيب الشائعة. ناهيك عن مقدرة جهاز كشف الكذب تمييز ردات الفعل المخادعة للألم الجسدي. وإذا تم القبض عليك متلبساً، ربما يتم إعادة تحديد موعد للاختبار، أو قد يتم تقييم نتائجك النهائية بشكل أكثر حزماً، آخذين بعين الاعتبار جميع الخدع التي حاولت القيام بها. لذا باختصار، لا يستحق الأمر ذلك. بعد إجراء اختبار كشف الكذب، بعد أن انتهيت من إجراء الاختبار تنتظرك مقابلة ما بعد الاختبار. سيأتي المراجع إلى الغرفة لمناقشة نتائجك، وقد يطرح عليك بعض الأسئلة حول الردود التي اعتبرت غير مقنعة أو مثيرة للشك، كما وتوكل إلى المراجع مهمة اختبار حالتك النفسية والجسدية. وفي هذه اللحظة بالذات قد يحاول لعب بعض الألعاب النفسية معك من خلال ادعائه بأنه يعلم بأنك كنت تكذب، لذا تمسك برأيك. مكافأة: متى يجب عليك عدم إجراء اختبار كشف الكذب؟ في بعض الحالات قد يكون إجراء اختبار كشف الكذب تصرفاً غير حكيم نظراً إلى احتمال تعرض النتائج إلى التحريف أو تعرض الشخص لتأثير سلبي من العملية بحد ذاتها. فيجب ألا تجري اختبار كشف الكذب إذا كنت مصاباً بأمراض القلب، كنت حاملاً، تعاني من أمراض الجهاز التنفسي حتى نزلات البرد العادية، مصاباً بالصرع، تعاني من آلام عامة، تم إجبارك على إجراء الاختبار. إذا انطبقت عليك أي من هذه الأمور فلا تخف من أن تقول لا. هل توافق على إجراء اختبار كشف الكذب إذا كان ذلك يعني الحصول على الوظيفة التي تحلم بها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاضغط على زر الإعجاب، وإن لم تكن كذلك أخبرنا في التعليقات أدنى، ولا تتردد في مشاركة تجربتك إذا سبق لك وخضعت لاختبار كشف الكذب. نحن نريد أن نسمع عنه، وهذا ليس كذبا. نراك في المرة القادمة في الجانب المشرق للحياة.